ثم تولى علي بن أبي طالب والتف حوله القراء، زين، فثار عليه بعض المسلمين في معركة الجمل وانتصر عليهم، ثم ثار علي، ثم قاد معاوية انقلاب عسكري ضد علي بن أبي طالب في الصفين، فالتف معه القراء، زين، وقاتلوا معه حتى كاد النصر مع علي بن أبي طالب لولا المكيد التي عمل من العاص، فوقع ما وقع في أمر المسلمين، زين. فلما القراء نصحوا علي بن أبي طالب بعدم قبول التحكيم وأن معاوية باغي وأنه يقاتلهم، طبعا ما يدخل في القضية. على كل حال، فلما علي بن أبي طالب لم يستمع لرأيهم انحاز القراء بأنفسهم، فلما وقع التحكيم وخلع علي بن أبي طالب من الخلافة، قالوا له خلاص وحدك خلعت نفسك من الخلافة، فانحازوا عنه، فسميوا أولئك الناس القراء الذين انحازوا سميوا المحكمة. سمي ماذا؟ المحكمة. هؤلاء المحكمة بايعوا عبد الله بن أبي الراسبي كإماما لهم، ويعتبرون القراء أن عبد الله بن وهب الراسبي هو خامس الخلفاء الراشدين بعد علي بن أبي طالب، زين. فلما بعد ذلك دار ما دار بينهم بن علي طالب في معركة النهروان، وقتل عبد الله بن الراسبي من معهم القراء، ومن نقب معهم منهم أبو بلال المرداس بن حدير، أبو بلال المرداس بن حدير وأخوه عروة بن أدية وغيرهم، هناك التفوا ماذا حول جابر بن زيد رحمه الله، ودار النقاش بينهم، فقام الإمام جابر بن زيد وأسس مدرسته. شوف، فهذا متى؟ طبعا جابر بن زيد ولد في السنة 18 للهجرة، وقيل 21 للهجرة. الإمام جابر بن زيد رحمه الله ترك القتال وترك الأمر وماذا ورجعوا إلى الدعوة، فبدأ يؤصل هذه المدرسة، يعني يدونها ويكتبها، زين. فبقي الإمام جابر بن زيد رحمه الله يجمع الروايات الصحيحة عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين. فلذلك خرج أبو جابر بن زيد رحمه الله من البصرة إلى المدينة وإلى مكة في 40 رحلة في موسم الحج، في 40 حجة، وذلك ليلتقي بأكبر عدد من الصحابة ويسألهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي المواقف التي وقفوها مع الرسول، وما هي الأحداث التي عاصروها وأدركوها، وماذا سمعوا من الرسول، وماذا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يروى أن الإمام جابر قال: أدركت 70 بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر، يعني يقصد عبد الله بن عباس استصغر يوم بدر، لم يشهد غزوة بدر. وكان الإمام جابر بن زيد يدون ما يسمع من تلك الروايات، زين، يدونها، وقال: أدركت جملة من رسول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: حدثني جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدلك على كثرة من لقيهم الإمام جابر بن زيد. حتى قيل له خرج في رحلة خاصة من البصرة إلى المدينة، قيل لجابر بن زيد رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب رسالة في الصدقات لعمر بن حزم الأنصاري عندما بعثه واليا على اليمن، زين، فخرج في رحلة خاصة من البصرة إلى المدينة، فقصد دار عمر بن حزم الأنصاري وطرق الباب على أولاده وطلب منهم أن يروه الرسالة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيهم عندما عينه والي على اليمن، فأعطوه الرسول الرسالة ورآها فكتبها عنهم، يقال أنه كتبه ونقلها بعد الإمام جابر رحمه الله. فكان الإمام جابر شديد الحرص على نقل هذه الروايات. طبعا الإمام جابر ما بنفسه، أيضا معه أبو بلال المرداس بن حدير، ومعه عبد الله بن إباض، ومعه سالم بن ذكوان الهلالي وكان معاهد الإمام جابر زيد، ومعه سالم بن حطي أيضا، زين. وبدأ يدون إمام جابر بن زيد هاي الروايات، زين، بمن معه. أول شيء على أن الإمام جابر بن زيد وأتباعته سميت مدرسة الإمام جابر بن زيد مدرسة أهل الحق والاستقامة في ذاك العصر، مدرسة أهل الحق والاستقامة. أول شيء على أن هذه المدرسة الذين أسسوها هم قيل صحابة بعضهم، زين، مثل عبد الله بن وهب الراسبي وزيد بن حسن الطائي وغيرهم من الصحابة،
هم القراء الذين استشهدوا في معركة النهروان، والتابعين هم أدركوا كبار الصحابة. الإمام جابر زيد أدرك الصحابة كلهم، زين، وأدرك القادة الذين أدركوا الذين شاركوا مع ابن أبي طالب في الأيام الفتنة، يوم الدار ويوم الجمل ويوم صفين ويوم النهر ويوم النخيلة، يتمعارك. هل القادة الإمام جابر زيد أدركهم كلهم، وأدرك الذين أدركوها، وسألهم بالتفصيل، سأل الصحابة عن هذه الأحداث، حتى يقال أن الإمام جابر زيد رحمه الله ومعه أبو بلال مرداس بن حدير رحمه الله دخل على عائشة رضي الله عنها فسأل، وكانت على من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي لها إلمام بالأحداث، وجلس معها فسألها بالتفصيل عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعما سمعته وعن الأحداث، وحتى سألها عن عهد أبي بكر وأحداث عمر وعن يوم عثمان وعن معركة الجمل، لأنها شاركت في معركة الجمل هي عائشة. فاستغفرت الله وتابت أمام إمام جابر زيد رحمه الله والأبو بلال. فتشوف كان عنده إلمام واسع بسير تلك الأحداث السياسية المعقدة. فهمتوا؟ يعني إيش الخلاصة؟ أول شيء على أن مدرسة الإمام جابر زيد أول شيء أدركوا الصحابة الذين أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان نقلهم صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أدركوا القادة الذين اشتركوا في تلك الأحداث السياسية المعقدة عن المعارك، ابتداء من يوم الدار ويوم الجمل ويوم صفين ويوم النهر ويوم نخيلة، فهمني؟ فهذه الأحداث هم أدركوا القادة وعرفوا من الصحيح ومن على خطأ، فلذلك كان تصورهم عن الأحداث واضحة. ثالثا أنهم كانوا من سكان البصرة العراق، ومعظم الأحداث وقعت أين؟ في العراق، كانوا موجودين، فلذلك عندهم تصور واسع بهذا الأمر. فيوم الجمل في العراق، ويوم النخيلة في العراق، وصفين في العراق، والنهروان في العراق، كانوا موجودين، زين، فلذلك كانوا معاصرين تلك الأحداث. حتى في رسالة عبد الله بن باب كتب رسالة موجودة الآن تحتاج إلى شرح وتعليق، يقول يعني يعبر فيها أنه أدرك عثمان وأدرك علي بن أبي طالب وأدرك معاوية وعرف تلك الأحداث فيها بالتفصيل، وهي من أقدم السير، زين. كذلك أيضا غاية نعم إن شاء الله نقطة أخي، كذلك أيضا يوجد سيرة لسالم بن ذكوان الهلالي وهو معاصر للإمام جابر بن زيد، والسيرة مخطوطة إلى الآن لم تطبع تحتاج إلى تحقيق، فكان وحده موجود، فهمتم؟ كذلك أيضا توجد سيرة سالم بن هلال، زين، وحتى الآن هي ما أعرف هي موجودة أم لا، زين. فهي السير يعني كتبت في النصف الأول للقرن الأول الهجري أو بعد بقليل، فتبقى هي مدونات، دليل على أنهم كانوا على صواب وعلى ماذا وعلى ماذا على الطريق الصحيح، لأنهم عاصروها الأحداث وأدركوها وأدركوا من أدركها وأدركوا قادتها وأخذوها من الصحابة مباشرة، فعندهم تفصيل كامل فيها ودونوها، فلذلك على صدق وصحة معتقداتهم ورواياتهم.